رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات واندفعت فئة الانتاج عمر السنتين التي لم تربح على بركة الله تعالى في شوطنا الأول. في جزء الثاني أخذ زمام المبادرة لخمسة عشر في هذه اللحظة موقوتة، 14 عنان المجد في المطاردة، 13 أيضا بنوج في محاولة للتقدم، رقم 5 صمصامة تتقدم في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة لا زالت الصدارة لموقوتة، موقوتة تحافظ على الصدارة حتى هذه اللحظة، فيما عنان المجد في المركز الثاني والمركز الثالث للصمصامة، ومحاولات أيضا للدخول من الخارج لرقم 4 ردي سلامي في محاولة للتقدم. مشاهدين الكرام وكذلك أشاهد فخرهم والتقدم من الداخل الآن إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، فخرهم في الظهور الثالث لفخرهم، ولا زالت الصدارة لخمسة عشر موقوتة. مشاهدينا الكرام مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظة وشوطنا الأول في جزء الثاني على مسافة 1600 متر، الصدارة لموقوتة من البداية وحتى هذه اللحظة. مشاهدينا الكرام المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، بدأت الإثارة في هذه اللحظة، موقوتة تحاول أن تسيطر وتحافظ على المركز الأول. وشاهد الآن الدروازة تأتي للمركز الثالث في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام لا زالت الصدارة لموقوتة، المحاولات لسبعة عشر فخرهم، الدروازة تأتي من الخارج الآن. مشاهدين الكرام ممثلة الأحمر، الدروازة ما شاء الله تبارك الله بكل قوة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، كالعادة الأحمر يقدم المستوى المتميز هذه المرة مع الدروازة.